اللي قلنا بس صور يا جماعه دي حصريه لينا، يمكن ده مكان جماهير الاهلي سيكون في ملعب الجوهره المشعه بعد ساعات نفس مكانهم في الثالثه شمال. كان ده المكان ده بيقعد في اتحاد جده، وبناء على طلب النادي الاهلي وافق مسؤول الاتحاد الدولي وابلغوا اتحاد جده ان ده هيكون مكان الاهلي، وهم هيروحوا الثالثه يمين والثالثه شمال بتهز جبال، واليوم زي الفل ان شاء الله وعسل، والاهلي هيفوز ان شاء الله ويكسر الدنيا يا رجاله. عندنا كمان والنبي صور توقيع لاعب النادي الاهلي على التيشيرت الخاص بالاتحاد الدولي، لانه ده محمود تعب في الصور دي، يا ريت تطلعوها لنا. شايف الاجواء الجماهيريه ازاي يا كابتن عمرو؟ طبعا الاجواء الجماهيريه اكتر تميل اكتر طبعا اتحاد الجد السعودي، لان في ملعبه وسط جماهير. اتفق معاك، بس في زحف من الاهلاويه، في طبعا مصريين هناك كتير طبعا، ده في جده، وشفناهم في استقبال الفرقه في المطار وعند عند الفندق، فهيبقى في برضو عدد جماهير كبير للنادي الاهلي، ولاعيبه الاهلي دايما بتتاثر في الملعب بالجماهير، وده ان شاء الله يكون يعني تاثير ايجابي ليهم. احنا بنلعب فريق كابتن عبد الناصر، فريق من العيار الثقيل، 9 لعيبه محترفين، 2 سعوديين فقط في الفريق، 9 لعيبه محترفين 5 ستارز. فماتش صعب جدا جدا، ما حدش يستسهله على النادي الاهلي خالص. وانا عجبني كمان يا كابتن عبد الناصر تصريح المدير الفني مارسيلو لما قال لك ان انا بواجه النادي الاهلي، بواجه نادي هو الاعرق في افريقيا، وبرغم وجود الاجانب، لما بيسالوه النهارده في تصريحاته النهارده يعني وجود عنده يعني كميه من الاجانب اكبر، هل تجعل له الافضليه؟ قال لهم في النهايه انا ببقى 11 لاعب ضد 11 لاعب، العزيمه والاصرار والاداء داخل الملعب هو اللي يحسم هذا اللقاء. كلام محترم يعني. مواجهات الاهلي واتحاد جده للاسف كلها لصالح اتحاد جده. البطوله العربيه سنه 92 وانا كنت في الملعب، للاسف الشديد تعادلوا 2-2، وعلى فكره اتظلمنا تحكيميا كاهلي في المباراه دي جدا. بطوله النخبه العربيه 95 فوز اتحاد جده 1-0، اتظلمنا تحكيميا، بس مش عايز اقول. السوبر السعودي المصري 2001 فوز اتحاد جده 3-2 على النادي الاهلي، واخيرا في كاس العالم للانديه 2005 فوز اتحاد جده 1-0 على النادي الاهلي في اليابان، ده تاريخ لقاءات الفرقتين. طيب زي ما انا قلت لكم الاجواء في السعوديه، خليني اخذ الاجواء في مصر، كيف استعدت اداره النادي الاهلي في افرعها لاستقبال هذه المباراه التاريخيه؟ عبد الرحمن حسن معنا من النادي الاهلي. استاذ عبد الرحمن حسن الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي في صوت الامه، المسؤول عن ملف الاهلي في صوت الامه، السلام عليكم. سلام، صباح الجمال يا استاذ عبد الناصر، تحياتي ليك ولمشاهدينك الكرام في مصر والوطن العربي، والتحيات موصوله لضيوفك الكرام في الاستديو. يعني الجماهير الاهلاويه واداره الاهلي تستعد تماما لمباراه الغد، يمكن افرع النادي الاهلي المختلفه استعدت للمباراه بتجهيز الشاشات الكبيره وشاشات العرض لعرض المباراه داخل يعني اروقه وفروع النادي الاهلي. الاهلي طبعا جاهز للمباراه بشكل كبير جدا، يعني مباراه كبيره، اتحاد جده فريق كبير. يعني هناك شاشات عرض في التجمع الخامس وفي مدينه نصر وفي الفرع الرئيسي في الجزيره وفي الشيخ زايد. بالفعل وفرع التجمع الجديد يعني متاهب على اسمى صوره بقياده يعني العميد احمد ايهاب النحاس، عامل شغل هايل جدا الصراحه هناك، وكافه افرع النادي الاهلي مستعده للمباراه، واعضاء الجمعيه العموميه طبعا يعني اللي استطاع السفر سافر ليساند ويؤازر النادي الاهلي، واللي موجود هنا طبعا هيشاهدوا المباراه داخل اروقه النادي الاهلي. طيب خليني اخدك برضه للتصريحات، يمكن انت بعت لنا جوله كده لتصريحات مهمه نقلتها وكالات انباء العالم. ابدا معاك من محمد نور نجم اتحاد جده وصديقي العزيز، الاهلي فريق كبير بكل تاكيد، ولكن اتحاد جده كعبه عالي على بطل افريقيا، ولدينا الثقه في تجاوز الاهلي والوصول الى النهائي، واحمد حجازي سيكون نجم المباراه. كمان كيفن جونسون
مدرب الاهلي السابق، قال الاهلي قادر على تحقيق المفاجاه في كاس العالم للانديه والوصول الى النهائي. الحديث عن انهيار الاهلي امر يدعو للسخريه، انا تواجدت في الاهلي واعلم عقليه لاعب الاهلي وقدرتهم على تخطي اي مرحله من تذبذب المستوى سريعا. كابتن عدلي القيعي قال الاهلي يخوض كاس العالم للانديه بعقليه الكبار، الاهلي نادي كبير وقادر على تقديم المستوى الذي يليق به. لبعض الذين يحاولون تصدير الازمات الاهلي دائما يعود سريعا. سعد سمير على الفيسبوك كتب الاهلي بيتخاف منه ما يتخافش عليها. بنزيما قال مواجهة الاهلي ستكون خارج التوقعات وسنرى ما سيحدث في المباراة، واي كلام بعيد عن المباراة لا يعبر عن قوتها وقيمتها. يمكن بتلوب معنا كل التصريحات. اتفضل يا عبد الرحمن. يا كابتن عبد الناصر خليني اقول لحضرتك برضه حاجه مهمه جدا، الاهلي ليس ضيفا جديدا على كاس العالم، الاهلي متمرس في كاس العالم، لعب مباريات اكبر من مباراه اتحاد جده كثيرا، اتحاد جده فريق كبير له كل التقدير وله كل الاحترام، يمكن شفنا ما يتردد ان اتحاد جده كعبه عالي على الاهلي بثلاثه بمكسبين وثلاث مكاسب وتعادلين، لكن طبعا كره القدم ما فيش فيها الكلام ده يا استاذ عبد الناصر، انت راجل اعلامي كبير وتعي جيدا ان كرة القدم تجزي ويعني تعطي لمن يقدم في الملعب. الناس كلها متوقعة ان الاهلي يقدم مباراة كبيرة، تذبذب المستوى في اخر لقاءات يعني ليس مقياسا. كأس العالم بطولة مختلفة تماما، واللعيبة عارفة ان العالم كله بيتفرج عليها، فاكيد هيبذلوا اكثر ما لديهم في هذه المباراة. طيب اخيرا بعض الاخبار اللي جايه بعيدا عن المعسكر هل تؤثر على الفريق؟ يعني مثلا خالد بيبو يخطر مترجم كولر برحيله بسبب ما كتبه على السوشيال ميديا، هل ده ممكن يؤثر ولا ما بيوصلش الكلام ده؟ لا لو تسمح لي بس اخد دقيقه في النقطه دي دون الخوض في تفاصيل كثيره يعني. تمام. الدكتور خالد الجوادي ربما تربطني بيه علاقه يعني شخصيه، وهو شخصيه جميله جدا وعلى المستوى المهني شخص يعني مش عايز اقول ما فيش زيه في مصر يعني. هو يعني بدافع حبه للاستاذ مارسيل كولر وبدافع العشره كتب بعض الكلمات على الصفحه الشخصيه يعني ترجمت واسيء فهمها، لكن طبعا الكابتن محمود الخطيب والكابتن خالد بيبو سرعان يعني ما لموا الموضوع سريعا وحاولوا ان هم يهيئوا الاجواء داخل للمعسكر ان ما فيش حاجه، وان لما نرجع من كاس العالم بقى نبدا نشوف هذا تمام. الكلام يعني. طيب كمان عندي كلام، هل وصل للمعسكر او للاهلي كولر لم يوافق على رحيل احمد عبد القادر والاعلام كتب انها مفاجاه، صحت هذا الكلام؟ لا 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 ما فيش يعني ما فيش هذا الكلام يعني. هو لما قالوا له احمد عبد القادر سموحه صمته قال احمد عبد القادر انا مكمل معايا لسه ما اعرفش الاجواء بالنسبه لي فيها ايه، ولو ما كانش احمد عبد القادر الصف كنت انا دخلته القايمه وكنت اخده معايا. على فكره هو اصطحب معاه ايضا يا استاذ عبد الناصر اربع لاعبين ربما لحدوث بعض الاصابات او ربما يعني اربع لاعبين خارج الكره. يعني هو مستر كولر مستر كولر كذب الكلام ده وقال لو هو كان سليم كنت ساصطحبه والحديث عن رحيله الان مؤجل. طبعا الحديث عن رحيله مؤجل، والاهلي رفض تماما عرض سموحه المقدم للمهندس فرج عامر، وطبعا يعني الحديث عن هذه المواضيع في هذا التوقيت يعني تمام. الاهلي مدرك هذا الكلام جيدا، فطبعا اجل الكلام ده كله ليناير القادم. طيب. يعني طب عندي برضه اخر خبرين وانا متعمد اقول لك الكلام ده، هل وقته يعني المحكمه الرياضيه ترد على استئناف كهرباء الاسبوع القادم بشان تاجيل تسديد الغرامه، وانباء ان ربما ينجح محامو كهرباء في مد الاجل لسنه، ده هل وصل لكهرباء وهل ليه مردود عليه في المعسكر؟ خلي بال حضرتك يا استاذ ناصر كهرباء بقاله فتره يعني مشغول بهذا الموضوع مش عارف راسه من رجليه في هذه القضية، شوية يقولوا له ست شهور شوية يقولوا له لا هنأجل سنة فسنة ورا سنة، فهو يعني مش عارف وضعه ايه بالظبط في هذه القضية. محامي كهربا يعني بيسوف الموضوع سنة في ست شهور سنة في ست شهور،
يعني لحد ما الاهلي يحسم قراره في هذا الموضوع. وخلي بال حضرتك كل يوم هذه المبالغ بتزيد، يعني احنا النهارده بنتكلم في سعر ارتفاع دولار مثلا او غيره، فالمبالغ بتزيد يعني مبالغ متراكمه وبتزيد وفوائدها ايضا بتزيد كمان. اشكرك شكرا جزيلا عبد الرحمن حسن، كان معنا من القاهره، جبنا لكم الكواليس من السعوديه وما يدور في اروقه الاهلي بافرعه هنا في القاهره. يتبقى بيرستاو وانضمامه للقائمه الاوليه لمنتخب جنوب افريقيا استعدادا لامم افريقيا، وده بكوت ديفوار، وده شيء طبعا اسعد بيرستاو كثيرا، حيث انه ما زال منتشي باختياره كافضل محترف محلي في القاره لموسم 2023 محترفا في النادي الاهلي المصري. وبيرستاو لاعب مهم جدا لمنتخب جنوب افريقيا. يتبقى قبل ما اقفل ملف كاس العالم للانديه ان انا اقول لكم قبل مباراه الاهلي يا سامح هيكون عندنا مباراه ليون المكسيكي يواجه أوراوا الياباني في كأس العالم الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة وعلى SSTC أيضا. هذه المباراة مذاعة، ودي أقوى مواجهة هتكون يعني الساعة 4، لأن واحد منهم هيقابل المان سيتي. الله يكون في عونه. ده سوء حظهم بقى اللي وقعهم الوقعة دي، يعني قبل مان سيتي. شكرا. يعني اتقل فرقه موجوده دلوقتي يمكن في من اقوى فرق العالم يعني حاليا. الساعه 4:30 الحكم يا كابتن وجيه جاك نضالا الكونغو، والفس نوب من الكاميرون مساعد اول، وارسينيو مارجنولا من موزمبيق مساعد ثاني، وسيمون مارسينياك من بولندا. ليه مفيش حكام عرب؟ ليه مفيش حكام عرب؟ نضالا ده من افضل الحكام اللي موجودين في القاره الافريقيه، يمكن حكم النادي الاهلي اخر ماتشين. خلي بالك ليون ده سنه اولى كاس عالم للانديه. فخلي بالك هو حكم مميز جدا، حكم من حكام الصفه في الاتحاد الافريقي. تمام. ان شاء الله مرشح بنسبه يعني 99% انه يكون في كاس العالم. 99%. طيب سؤال سامح كده اقفل الملف، لماذا ليس هناك حكام عرب؟ طبعا يعني ولا عشان في السعوديه؟ لا مش عشان في السعوديه، انا بتكلم على الاتحاد الدولي بيختار من كل الاتحادات القاريه، مش لازم اخد من شمال افريقيا. فانا باخد مثلا من القاره الافريقيه. ما اسمعش عرب. اتحاد ايوه ما اسمعش عرب من القاره. الاتحاد الافريقي بيرشح طقم ولا اتنين من الاتحاد الاتحاد الدولي. تمام. الاتحاد الدولي بياخد طقم منهم. تمام. مثلا. تمام. وبياخد برضه من الاتحاد الاوروبي عدد من الاطقم، فعشان كده بيعمل ميكسد بين كل حكام العالم. تمام. طيب